هالمرة بدائرة مرور الرستمية اكو فيديو ظهر العميد حسن وهو يتصرف التصرف ويا المراجعين. خلينا نشوف الفيديو مشاهدينا ونرجع لكم. مثل ما نشاهد مشاهدينا انه الفيديو بطريقه خفيه التقطت هذا الحدث من مراجع يعني صوره بخفيه. العميد يطلب من المراجعين انه هم يطلعون برا، طبعا هو صاير عصبي ويعني وضعيته كلش متازمه وطلب منهم كلهم يطلعون خارج دائره مرور الرستميه وعد الاماكن الجلوس مالتهم وهو على نفس العصبيه مالته. احنا نعرف انه دائما المواقف اللي ياخذها او يلتقطها الموبايل يلتقطها من جانب واحد. هسه احنا اللي شفنا عميد حسن صاير كلش عصبي، لكن شنو الاسباب اللي دعته انه يتصرف هذا التصرف؟ قد تكون هناك اسباب دعته لهذا الموقف او هذا او هاي العصبيه. طبعا هذا صار ترند على مواقع التواصل الاجتماعي ويعني رصدنا كثير من التعليقات وردود الافعال والاراء من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وابرز التعليقات من تهاني تقول شنو هاي اخلاق العميد؟ مهما كان الضغط احترم الرتبه، كون اكثر انسانيه مع المراجعين. هذا تعليق. التعليق الاخر من أبو فراس البهاد اللي يقول مع كل الأسف على تصرف عميد بالمرور ودفع المراجعين وأغلبيتهم كبار السن، المقطع أعلاه واضح الصورة، واضح الصورة تتكلم، حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا طبعا تعليق أبو فراس البهاد. يعني